انا مش جاي مستثمر، انا جاي هنا محب، انا مش جاي مستثمر، انا جاي محب للافريقي وجاي محب النادي الافريقي، انا مش جاي هنا مستثمر، انا جاي هنا انا بحب الافريقي وعايز ادفع فلوس للافريقي، عايز اساعد الافريقي. طيب كده مفيش عقود يا معلم. بس هو للامانه يعني ساعد الافريقي كتير في الماركات، الكاش اللي كان موجود والفلوس اللي كانت موجوده في الافريقي خلصت كتير قوي من مشاكل وديون الافريقي. الراجل ده ساعد الافريقي كتير وغير خريطه الكره التونسيه، لان كان في انديه معاها فلوس وانديه معاهاش فلوس، دلوقتي بقى في ناديين معاهم فلوس. يعني زمان كان في نادي واحد هو الترجي، الراجل اللي كان عنده استقرار مالي، دلوقتي بقى في الترجي وبقى في الافريقي. الافريقي بقاش عنده اي مشاكل في الفيفا، الاعواض بتاعت اللعيبه اللي كانت رافعه قضيه على الافريقي خلصت. فالراجل ده بالنسبه لي هو نوعا ما قائد ثوره عوده الافريقي من جديد للمنافسه. كلام محترم بالنسبه للراجل، كلام كله بتاع الراجل كلام محترم، ما عدا حاجتين بس، موضوع تفاصيل العقد، لان الراجل ما قالش خالص على اي تفصيل في العقد بتاعه مع الافريقي، واثنين موضوع ان هو لقح على الترجي، كان تلقيح ملوش اي 60 لفه على الترجي، ده من الاخر يعني. يعني ما ظبطتش معاه خالص بتاع التلقيح على الترجي خالص، ما كانش لها اي 60 لازمه. بس هو الراجل تقريبا كده بيلعب لعبه الجمهور، وان انت تكسب الجمهور ازاي؟ ادي تصريحات بيج بوم هتجيب مع الجمهور جدا. شكرا للناس اللي كانت موجودة معانا، وإيه رأيك أنت شخصيا في تصريحات فيرجي تشيمبرز؟ وإيه هي الأدوار اللي فيرجي تشيمبرز فعلا مسموح له يقوم بيها في أفريقيا؟ أنا حاسس إن فيرجي تشيمبرز مسموح له يقوم بكل حاجة مع هيكل تخيل وإدارة هيكل تخيل بصراحة. أنا حاسس بكده بصراحة، حاسس إن الراجل مسموح له يعمل كل اللي هو